بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مشروع وخطة إنتاج كتاب صوتي طبعا باللغة العربية، عملنا وايت بورد سيشن طبعا هنا وايت بورد سيشن هذه هنا فيها في أشخاص مسجلين ومعانا بينج نفسه، هنا مكتوب بينج. بينج هو الذكاء الصناعي الـ AI، كان access this chat and uses AI to respond. اوكي، يعني هو يقدر، هو اعطينا له اللينك وهذا هو موجود معنا. طيب نشوف يعني هذا الجزء سيشن جزء، يعني ممكن نحن نسوي 20 سيشن، يعني كأنه جزء من المجلة. طبعا هنا اللي باللون هنا بينك، وهنا طبعا المجلة. اوكي، بس الان ننتقل الى بينج نفسه، يعني اللي عملنا معاه حوار بعدين جينا حطينا كل حاجه عشان كل هذه الاشياء هتتصور وتكون صور في المجلة. فاساسا نحن رحنا لبينج نفسه، طبعا بعدين نقلنا. اذا بينج هنا اللي هو الذكاء الاصطناعي، فرحنا له وقلنا له نحيي بيك هنا اليوم. طبعا هنا موجود التاريخ عندنا هذا اليوم، حتى موجود الوقت الساعة. فقلنا هنا طبعا الكل يقرأ، فرحبنا بالذكاء الاصطناعي وقلنا له أنت داخل حوار سيشن وحددنا الحوار رقمه، يعني قلنا ايان 00XI00، وقلنا له طبعا اللي بيكتب واللي بيخاطبه هو المحرر، محرر المجلة. فقلنا له ايان ازمي، يعني انا انجينير اي ان. ليه؟ لانه بينج نفسه بيقول، تقول له انت يعني ايش تخصصك؟ يقول لك انا مهندس. فمهندس يخاطب مهندس، المهندس من مجله، وهنا مهندس من الذكاء الاصطناعي في مقاله، المقاله هذه رقمها، يعني مثلا ممكن من 20 مقالة هذه لسه مقالة واحدة،
نسوي كتاب، يعني أول إصدار للكتاب. فنحن ما نتكلم خارج المكتوب. فذكر إذن عيان هو المؤلف أو المحرر اللي بيخاطب الذكاء الاصطناعي. فقال له المحرر أو إيديتور هو المحرر من مجلة جاك، فقال له أنا بكتب كتاب عنك عن الـ AI، وحيكون الكتاب كتابة يعني بالإنجليزي مكتوب، وعنوانه برضو إيان، لا عنوانه English AI اوكي. قال له عنوانه English AI wrote by، يعني عنوان الكتاب الغلاف. يعني اسم الكتاب AI انجليزي او الذكاء الاصطناعي الانجليزي اوكي، أو باللغة الإنجليزية. إذا الكتاب مكتوب باللغة الإنجليزية، المؤلف من إيان. هناك قال إنجينير إيه إن، هنا قال أوثر أرتيفيشال نوت. الإيه من أوثر أو أرتيفيشال عندك نوت، يعني كأنه في الغلاف بنذكر المؤلف. فهنا رد، يعني هو حوار، يعني المؤلف المحرر يتقابل مع الذكاء الاصطناعي وبيقول له بدي اكتب كتاب عندك بالانجليزي. خلاص، فنحن نحدد كل ما كتب، هذا كل ما كتب، يعني هذا الحوار اللي بالأخضر هو من المحرر واللي باللون الرصاصي. فهنا قال له أنت معانا أصلا في وايت بورد، وهو معانا الذكاء الاصطناعي. هنا قال انتهى الحوار، انتهى الحوار.